جدا كابتن جدا. سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ من الناس اللي سهلوا مهمة موسيماني، وده اللي احنا يمكن كنا بنتكلم فيه. ولو برجعوا دلوقتي برضو يعيد مرة تانية اللقطات اللي احنا اخترناها علشان نوريكم قد ايه العلاقة بانت ومن اول لحظة. وعلى فكرة يمكن ده بيأكد الكلام اللي احنا قلناه هنا من قرابة الشهر تقريبا، ان كل ما بطولة مباراة النهائي الافريقية تحديدا بتقرب مننا هتلاقي الاشاعات والاخبار الكاذبة بتحاصر فريقك. فنجاح الاهلي وانتصاراته النهاردة يعني على ما يبدو ان هي بتقلق البعض، مش على ما يبدو، هي بتقلق البعض فعلا. واحنا عارفين ده برضو ان النادي الاهلي وفريق بحجم النادي الاهلي اكيد هيكون في اكتر من مكيده له متدبره ليه. وده يمكن اللي احنا برضو هنا دايما بناكد عليه لجماهيرنا في البيت الكبير، انه خلي بالكم يا جماعه من الاشاعات دي، وعليكم انتوا دور كبير، انتوا اللي عليكم الدور الاكبر اصلا، انتوا ما عليكم الدور الاهم في انكم تتصدوا لكل وانا بشوف على فكره ده، انا بشوف الرد كان المركز الاعلامي اللي بيرد، دي حقيقه فعلا لكل الاشاعات، لكل المغالطات اللي ما اعرفش بتطلع منين. يعني طلع اشاعه على حد مش زي سامي قمصان، يعني ماشي افهم ان انت تطلع اشاعه على فلان سيم من الناس، لكن واحد بشخصيه سامي قمصان، وعشان احنا كمان هنا يمكن قربنا منه اكتر وعارفه انا قد ايه خلوق وسيرته يعني الحمد لله سابقاه، فما ينفعش ما ينفعش اي واحد كده هنطلع عليه كلام ونصدقه. يعني محاولات يائسه، وليه يائسه؟ لان احنا هنا يمكن بنرصد كل حاجه، بنوضح اي اشاعه واي اخبار تخص النادي الاهلي،